صلى بالأنبياء إماما صلى الله عليه وسلم، فوضع بصمته هناك إلى يوم القيامة. فها هو عمر بن الخطاب يفتح الأقصى، الحاكم العادل الفاروق، ووضع الصحابة بصمتهم هنا. ما قالوا إن الأحداث تدور علينا، بل كانوا يسيرون إليها سيرا، يثنون أعمارهم، يرابطون في الثغور. وها هو عبادة بن الصامت، وها هو شداد بن الأوس، وفيروز الحميري، وأبو أبي الأنصاري. فوضعوا بصمتهم. ثم جاء بعدهم صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن أيوب، الناصر، الملك المظفر، فطهر تلك البقعة المباركة من حكم الصليبيين بعد 90 عام. لا نقول فلسطين ولا نقول عروبة، هي أرض إسلامية توبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. المقاطعة يا أخوان، المقاطعة. ولا يغرنكم نقيب الضفادع ونعيم الغربان، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر، والنصر قريب، ألا إن نصر الله قريب. بالطائرات المرسلات عويلا، ترمي بأطنان الردى تنكيلا، بالراجمات القاذفات قنابلا فوق الرؤوس تدفقا موصولا، بالمانعين من الإغاثة أهلنا ودماؤهم تجري هناك سيولا، بالجاعلين من المساجد ويحهم سقفا يهد على الرؤوس مهيلا، ما فت في عزم المجاهد كيدهم وارتد جيش الأصغرين ذليلا، فالله أقوى من هدير سلاحهم أنعم برب العالمين وكيلا، اف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، مزق به زمر الغزاة أذقهم وطعم المنون على يدي عزريلا، جاءوا على قدر يسوق لحتفهم من بعد نهي عن مداك طويلا، سطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا سنطل من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا، في عالم الصمت المهيمن حولنا حتى غدا مستبكما مشغولا، نطقت فصاحتنا بلحن كفاحنا أعلى البيان صواعقا وقتيلا، سندك جيش البغي من عزماتنا ونرده خلف الحدود ذليلا، فالعيش تحت الاحتلال زقومها غسلينها المرذولا، يا من صبرتم للحصار طويلا في عزة تعلو المجرة طولا، تحت القذائف والحريق جهنم لم تقطع التكبير والتهليلا، لقنتم الدنيا الدروس صريحة لا تقبل التزييف والتفجيلا، أن الأعز محمد وجنوده والله أكبر ناصرا ووكيلا، الله أكبر ناصرا ووكيلا، الله أكبر ناصرا ووكيلا.